تتفكك وكوغايتك تضغط وانا انكور مجمع $70 اخذهم كمان بس يا اغمية الخاس شو يعني؟ صار له زمان فل؟ قال لكم شي وين راح؟ ايه قال انه رايح على درواندي كافيتا يحضر السهرة منشان هيك انا قلبي مطمر حبيبتي ولا دقيقة ولا ربع دقيقة في عنا صف بعدين انت دقيقة معك على التليفون بتصير 5 ساعات وجافيه كومبري والله إيه؟ انا عم بعمل معك كرة ليبي وحرة اعمل بدي اياه بس ان شاء الله بدي فقي كاستنا الك معي شي؟ هي غايتك تضرب فقي كاستنا وبزر بطيخ وسمك بزري بس مش لأن الكاميرات تبعك رفيقك وبتبوني علي بتعملي فيي هيك الحمد لله هلا صار فيي احكي شو صار له؟ قضية صفات وسيارات ومشاكل ضربته السيارة؟ لا مقصود ضربه مقصود مين مقصود؟ جارنا اللي ساكن بالطابق الثاني ليه ضربه؟ يظهر اختلفوا على طريقة صفة السيارات ممثل يوسف فخري أهلا وسهلا فيك معنا بتحلى الحياة أهلا فيكم أهلا وسهلا وشكرا على استضافتكم يا هلا وجودك بشرفنا سيزا يوسف فخري ما فيها نحن نبدأ الحديث معك وما نتذكر كلنا سوا شخصية كوكو هالشخصية اللي فعلا علقت بقلوب وأذهن العالم المسلسل هيك الدنيا خبرنا شو السبب الدنيا هيك عفوا شو السبب حتى العالم ما قدرت لحتى اليوم كبار أو صغار تنسى هالشخصية الدنيا هيك انت لقطها الى اكتر من 40 سنة ومعظم اللي اشتركوا فيها رحلوا انا جابوني عن الدنيا هيك انقاذ موقف ما كان الدور مكتوب الي انا المهم انعمل البرنامج الدنيا هيك وقالوا وقتها انه جابوا اكبر سعادين بالبلد يعني اللي بيمثلوا تمثيل هزلي أنا مثلت تمثيل هزلي ومثلت جدي يمكن جدي بقرارة نفسي أقرب إلي نعم والممثل الكوميديان الجيد هو تراجيديان جيد إنما لا رسخ بقلوب العالم بذاكرتهم لأنه كان من القلب كان يتخزق القلب حتى يعطوا شيء حلو يعني وعفوي نعم واللي بيطلع من القلب بيبقى من القلب واللي بيطلع من الشفاف بيرحل بالهواء صحيح هل بتزعل انه دور كوكو انطبع اكثر باذهان العالم وبقلوبهم اكثر من الادوار الكوميديه والدراميه العديده يلي قدمتها كنت عم بتقول انه الادوار الدراميه هي احب على قلبي واقرب لقلبي من الادوار الكوميديه بتزعل لانه كوكو اكثر شيء انطبع لا ما بزعل أنا قبل كوكو عملت أدوار كتير طبعاً. بين جدية وهزلية مع الله يرحمه أبو ملحم وبرامج عديدة يعني بس كوكو أولاً البرنامج بوقتها ما بعرف الله جمع زمرة من الممثلين يمكن كان في تآلف بين أرواحهم ولمع البرنامج لأنه استمر فترة طويلة صح بالنسبة إلي يمكن ذكروني الناس لأن طلعت بهذا البرنامج أكثر ما طلعت بغيره يعني البرامج الأدمية والقديمة واللحى والدقون والتاريخية كان يطلع لي من الجمل إدنه كوكو يعني غيبوني أول ما عملت البرنامج يعني صاروا يجيبوني بحلقة يغيبوني باثنين ثلاثة إلى أن بيظهر أنه صار مثل إله مكانة علامة فارقة كوكو بالدنيا هيك فصاروا يجيبوني بكل حلقة على كل حال كل متابعي الدنيا هيك كانوا ينتظروا دورك لحتى يشوفوا شخصيتك هضمنتك ذكائك خفة دمك وخفة الظل اللي كنت تتمتع فيها للحقيقة كوكو في كتير الحوار كنا نحن نلعب فيه كان حوار يعني مش مكتوب حرفيا كنا نتصرف بصورة خاصة الله يرحمها في ريال كريم وكان بلبل يتصرف يعني وأنا كنت أتصرف بالحوار يعني ترتجل بشكل عفوي ويمكن هذا كمان سبب فعلاً. ودليل نجاحه كمان فعلا مع أنه هالبرنامج قد كان عفوي وحلو وقتها ما وقت كنا عم نعمله ما كان له هالرهجة في إحدى الممثلات وقتها قالوا بدنا نمثل درام يا عم بدنا نمثل وهي هالممثلة هاي انعرفت بالدنيا هيك أكثر من عرفت ببقية البرامج نعم
يوسف فخري، عدا عن انك ممثل انت ايضا كاتب واديب، بس ما ضويت على حالك اكثر ككاتب، شو السبب؟ شوفي، هو الادب والكتابه شغله حلوه، وانا كان الادب يعني بنفسي قبل ما اعترف التمثيل. بس طيب بتكتبي وين بدك تنشريهم؟ يعني بقى ببلن وبشرب ميتهم. هلا عامل مقال نقد لكتاب عن نور الهدى، كتبه أديب كتير مهم اسمه جان سالمي. هذا الكتاب مضوي على الأربعينات، حاكي عن نور الهدى وعن معاناتها. معاناتها بتذكرني بمعاناة مي زيادة، كتير تعذبت، وهن أصحاب النبوغ عادة بيبقوا تعساء. مهما تسامت نفوسهم بضموا مغلفين بنقاب من الوشاح والدموع، هي لها جبران بعتقد. فهذا الأديب عمل له نقد أنا لكتابه، بعتقد بده ينشر بالصفحة الثقافية بالأنوار. أنا من وقت للتاني بنشروله بالأنوار، تكتب مقالات. يا ريت بنحكي عن هالمقالات يلي بتنشرها بالصفحة الثقافية بجريدة الأنوار، اللي هي من وقت للآخر، يعني هل هي حسب مزاجك، حسب الرغبة، حسب الحاجة؟ خبرنا أكثر. المقالات هي عادة هلأ عم بكتب أشياء اسمها من الأعماق، عندي مخطوط كبير عبارة عن جمل مقتضبة، جملة لا تتجاوز صفحة ونص صفحتين، فيها معاناتي بالحياة وخبرتي وتجاربي. ويمكن الكلمات اللي عم بكتبهم فيهم تناقض من العبارات الحلوة. في عبارة بتقول قل اليوم ما يبدو لك صوابا اليوم، وفي الغد ما يبدو لك صوابا في الغد، وإن جاء مناقضا لما قلته بالأمس واليوم. فلا معظم الأدباء يعني بتلاقيهم طيب بناقضوا بقى حالهم، لأن بيكونوا بحالة معينة. حتى جبران مثلا ببدايته، جبران عاش 47 سنة بس قديه عطى للعالم طبعاً. كان ناقم على البشرية وسماها أسنان مسوسة وإلى آخره، وحكي عن الحياة، الحياة امرأة جميلة ولكنها عاهرة، ومن يرى جمالها يكره عهرها. فيما بعد عمل النبي وعمل أشياء بمجد بالحياة وبالإنسان فبيكتبوا بالحال اللي هن فيها. أنا هول الجمال كتبتهم بالأوضاع اللي كنت فيها أنا. نعم، مثل ما في غنية مشهورة لفريد الأطرش، الدنيا حلوة بس نفهمنا، وعنده غنية تانية بيقول ومين قال الحياة حلوة وفيها الأسوأ والكذا. حسب الحالة طبعا، بده يكون بحال تاني وقتها. صحيح يكتب. كمان عم نشوفك نحن بعيد كمان عن التمثيل والأجواء الفنية، كمان شو السبب؟ ما دائما بيسألونا السؤال ما بعرف شو بدي أقول. هلأ حضرتكم هون بهالمؤسسة الكبيرة هاي العظيمة بتستوردوا برامج بيعملون وبتعرضون. طيب يا حبذا لو هي الإدارة المسؤولة هون تطلب من هالمنتجين البرامج انه يعني بعد في أشخاص على قيد الحياة ماتوا هن بعضهم طيبين، وهي مأساة على الإنسان انه يموت هو بعده عايش، بدنا تستعينوا بكذا بكذا اللي بعدهم بيقدروا يعني عم بيرفرفوا. هاي مفروض كل شركة يعملوا فيها، ما بيعملوا. المنتج عبارة عن تاجر، العالم كله عبارة عن مخزن كبير ببيعوا السلع فيه، ببيعوا تجارة، حتى بتاجروا ببني آدم. هلأ بالنهاية الدنيا هيك، ورح نشوف سوا مقتطفات منه من القديم ولا من؟ من القديم. شوفي منشوف فرق سوا. منشوف سوا. حاكف وشك وبتسير الدنيا هيك ومشي طابخ السمنة ولا خدو ولا ويدك ولا شو في بيني وبينك؟ لا عم تزعل، شو في بيني وبينك؟ وضاغط صحبة هيدا السختياني وناوي تتجوز بنته ويطلقها مني، بتقول شو في بيني وبينك؟ شباك مبين وقفت. عجيب انه خصرك النحيل على الحامي انا يميل. شوف يا انكل زيكا حبيبي، لو كانت انت من زمان الحانك غاصه كان كوكو من زمان غاصه
رئيس يا بروفيسور بلبل. عجيب وغريب اني اسمع من دمك كلمة استاذ بلبل يا وحيد الست ام كوكو. يوسف شو برأيك اليوم العلة او المشكلة الموجودة بالدراما وانت ما عندك اياها واللي خلتك ما تتأقلم مع الوضع الراهن هون، شو بيفرق من زمان عن هلأ بهالمجال؟ انا بالماضي كنت غريب، ما كنت متأقلم مع وضعي، يمكن في نوع من الغزلان، هاي الغزلان البرية بيصيبوا الصياد ما بيموت، بروح بيقعد بكهفه إلى أن يشفى أو يرحل. فأنا كل عمري بعيد وهي علة بالنفس يعني. بس اليوم إذا عم تسأليني على التمثيل شو بيفرق بين الماضي، اليوم الأوائل اللي طلعت الانترنت والكذا صار عندهم وسائل كتير مهمة. صاروا بيبنوا بناية بالديكور. نحنا كانت كتير يعني تفوتي على الباب يهز كله سوا، بس كانوا مثل ما قلت سابقا يعطوا من قلبهم. بعدين الدنيا هيك ممكن تشوفيها تبتسمي ابتسامة صغيرة، إنما اليوم الأعمال الهزلية اللي عم يعملوها يا ريت بتبتسمي بتكشري مبالغة وبدهم يتهاضموا. متى ما الإنسان حاول إنه يتصنع ويتهاضم بصير دمه تقيل. حتى الطفل قديه الطفل حلو وبريء ومهضوم، وقت بيرخي الدبسات بصيروا العالم يتضايقوا منه. نعم. أستاذ يوسف، العديد من أبناء جيلك والفنانين يلي رافقوك ويلي ذكرتهم كتار منهم رحلوا عن هالحياة، كيف رحلوا برأيك؟ هل راحوا يعني مقهورين؟ حتى الممثل بلبنان قديه بينقهر بحياته أيضا؟ اليوم صار تغير الجو، هاللي رحلوا بتأسف قول إنه كلهم رحلوا مقهورين، وما أصعب إنه الإنسان يروح مكسور الخاطر، ولكن مستغرب هيدي هي الحياة. بعدين اللي مهيمنين على الوسط الفني وأصحاب الشأن بهالعالم هون ببلدنا يعني، المسؤولين اللي ما مسؤولين إلا عن نفوسهم يعني وعن مصالحهم، مفروض هول يساهموا بهالممثلين. اليوم بلانتون بيكون بالدولة بدم يقبض وبياخد، ممثل ما عنده شيء. هلأ مثلا أنا ما عندي أي دخل، وبيتحفونا دائما بقوانين كتير كويسة المسؤولين عنا أطال الله بقاءهم يا رب، أصحاب الألقاب الطنانة، بدل ما ينفذوا قانون ضمان الشيخوخة طرقونا بقانون الإيجارات اللي هو مأساة. إذا تم هيدا ثلاث أرباع العالم تتشرد من بيوتهم، هول اللي بيتحفونا فيهم وكأنهم دائمين إلى الأبد، ما عندهم أولاد، ما عندهم ضمير، بعدهم بيبلعوا بيصير فيهم مثل التار والضفدعة، بيتفجروا وبعد بدهم وبيتمسكوا وما بيعودوا يروحوا. هلأ الفنان يلي بيكون بدور شخصية مهضومة مثلا مثل كوكو بيقدم الأجواء الظريفة والحلوة، ياريت بتحكينا أستاذ يوسف عن بعض المواقف الحلوة يلي بعدك بتتذكرها من هيديك الحقبة من هيديك الفترة، موقف مهضوم مع زملائك. المواقف المهضومة اللي بتذكرها الزمان الجميل اللي بدنا نتحدث عنه، بوقته ما كان جميل، تقلك ما منحس بالزمان الجميل بالأشياء الحلوة بالشهرة وبالمجد إلا بعد ما تنقضى. شو كنا نعمل الدنيا هيك؟ نحن نجي تحت القذائف وتحت ما بتعرف إذا بترجعي عبيتك ولا لا سالمة، وبدنا نمثل وبدنا نضحك العالم، ومن جوا في بركان من الألم عم يتفجر. المواقف الحلوة مثلا بذكر بموقف بتلفزيون الحزمية، كنا نطلع على الهواء مباشرة وهيدي معاناة. كان في ممثل ومنتج اسمه رشيد علامي الله يرحمه، وكان فعلا مبدع، عامل برنامج مكسيكي عن الهواء وبرنيت وما بعرف شو، وكنا كل ما نعمل مشهد يعني وقت يحطوا دعاية ننتقل للمشهد الثاني على الهواء، وحكي فصحى كان. فعملت مشهد طويل أنا وهيك، غبطت نفسي انبسطت إنه مشهد طويل وكبير وكذا، ترى بدي انتقل للمشهد اللي بعده.
ضعت وين الديكور وين بدي روح. كان مدير المسرح الله يرحمه ألبير كيرو كان في عدم استلطاف بيني وبينه بس بالمد الأخيرة صار في صداقة كتير قوية. جابني مسكني أكتر ودفشني تفوت على الديكور اللي بدي يفوت فيه وأنا مثل الريشة نطيت طرت بالهواء جيت ورا الديكور ورا الديكور طافيين ما حتى إشعر كيف بدي أطلع كيف بدي أنزل. وفي ممثل وممثلة بدي أدخل على حوارهم يعني عندهم حوار ما بعود عندهم شيء قالوا الحوار وخلصوا وصاروا ألفوا من عندهم وأنا مزروب برا كيف بدي أنزل يا رب دخيل اسمك وإذا كنت غلطتي مرتين ثلاثة ما يعودوا يجيبوكم أكيد لأنه أنت على الهواء ممنوع الغلط. بعدين تأجى واحد ما بعرف مين تلني من برا وفت أدخل تصوري أي حالة أي مأساة يعني كنا فيها يعني هي تحيتنا الكبيرة لكم وتقديرنا الكبير أنه رغم الظروف الصعبة يلي كان لبنان عم بيمر فيها كنتوا عم تزرعوا البسمة وهالمواقف الحلوة يلي كان الجمهور اللبناني يستمتع فيها. شوفي حلوة ومن أجمل الأمور أنه الإنسان يزرع بس قدي يعني في مأساة أنه يزرع ما ومن غير ما يجني. فكل أنا رعيلي واللي قبل منهم واللي بعد منهم مثل ما قلت راحوا مقهورين. أوقات طول العمر بيكون مأساة للإنسان جانيت محبة الناس لإلك والجمهور الكبير هيدا أهم شيء. طيب محبة الناس هيدا محبة الناس لإلك بتبسطني أحيان مثلا من مدة في دكتور أرمني اسمه الدكتور هراتشي أو شيء من القبيل هو حكيم تجميل تلطف وعملنا تكريم طويل عريض وفعلا كان في بزق وفي مبين نفسية المحبة بالعمل. حتى الجماد بتلاقي أوقات بيبتسم وأوقات بيبقى حزين. جاب ناس من مصر ومن سوريا ومن لبنان فهذا الرجل يعني كتير عظيم وهو أرمني. وبنفس الوقت في ممثل في إعلامي كمان محبوب هو زافين. زفان كمان عمل كتاب عن الزمان الجميل وعن التلفزيون كيف نشأ وكيف انعمل. والرجل هذاك كمان عمل عن الزمان الجميل يعني الشيء بالشيء يذكر. واللي بيذكر أكتر شيء أنه اثنيناتهم أرمن ولا عم يحتفلوا بمرور 100 سنة على مقاس الأرمن. أداه الإنسان حيوان أداه الإنسان له مخالب وله أنياب وبعدنا لو تعلمنا ما تألمنا. بعدنا لحد هلأ التاريخ بعيد نفسه وبعدهم بيذبحوا وبيعملوا وبيقتلوا وهاي الإنسان قال اللي عم يتطور بده يوصل للسوبرمان. نحن عم نتطور ولكن إلى الوراء. على كل حال نحن منوجه أكيد تحية لكل الطائفة الأرمنية وكمان لك مبروك على التكريم كمان اللي كرمت فيه مؤخرا. أستاذ يوسف فخري إحنا أسعدنا بوجودك معنا اليوم ببتحلى الحياة بدي أتمنى لك كل التوفيق. ما سمعت. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. اليوم. شكرا لوجودك معنا وبدي أتمنى لك كل التوفيق يا رب. والله يا ستي أنا بشكركم بشكركم من كل قلبي لأن عم بتفكروا بهالأوراق الزابلة هاي الخريفية اللي بعد منها عم يرتعش وبعد منها سقط يعني بتخلقوا نتفة من الأمل والتفاؤل بنفسها. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك.